أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع الجولة الرابعة من طواف عمان. هذه المرة الجولة انطلقت من يتي باتجاه مركز عمان للمعارض. قبل انطلاقة الجولة ذهب فريق أو اللجنة المنظمة لطواف عمان إلى مدرسة الإبداع الخاصة لتقديم يعني بعض يعني الدروس لبعض الطلبة أيضا وتعريفهم بسباق أو بالطواف وكذلك بسباقات الدراجات الهوائية. كان هناك تجاوب كبير كما نشاهد الأطفال مع هذا الطواف وكذلك تم تقديم لجميع الطلبة كذلك هدايا تذكارية تذكرهم كذلك بأهمية هذا الطواف. ربما نشاهد في المستقبل أبطال من هؤلاء الصغار. إذن من هنا من يتي وتحديدا من السيفة انطلقت الجولة الرابعة من الطواف من هذا المنتجع تحديدا. كانت هنا يعني او كان هنا المتسابقون على تام الاستعداد للاستعداد لانطلاقة هذا السباق الذي يعتبر اصغر مرحلة من مراحل الطواف. Actually surprised myself, like I said, it was a It's good to test myself on finishes like that one, but I was actually hoping for like small top 20 place, but yeah, seventh was for me tip top. هنا أندري غرايبل متسابق فريق أريكا أو أركيا يستعد هو الآخر فريقه الجديد فريق أركيا. It looks like an opportunity, but the way they are riding uphill here. It's going to be quite tough. Of course, there's always a chance to come back, so I'm going to try to hang on as long as possible. But yeah, the chances are small. And yeah, Asana is strong as well. هنا غريغ أفرمارت متسابق غريغ فان أفرمارت متسابق فريق سي 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 ماذا قال عن هذه الجولة؟ It's a good stage again, quite hard, short stage, but finished a little bit further than the other years. So we see how it goes. I think some sprinters will try to survive the climb. Maybe some climbers try to go to take some extra time in GC. So I think it can be a really open race, especially because it's so short. Some riders really wanted to go maybe from the start, and I think can be exciting. Hopefully we can show a good race again. الفاز ب يعني مرحلتين سابقتين أليكسي لوتسينكو بالقميص الأحمر يستعد للانطلاقة للسباق أو لهذه الجولة تحديدا. تحدث عن صعوبة هذه المرحلة وأنا بحاجة إلى الكثير من السيطرة من المتسابقين. And for sure, but starting the climb and today in 3-4 climbs in hard climbs. في المقابل كريستوف بالقميص الأخضر والآخر كان في أتم الاستعداد لانطلاقة هذه الجولة. الجولة التي كانت كما ذكرت انطلقت من السيفة تحديدا وكان هنالك أيضا العديد من مراحل الصعود في تحديدا عقبة العامرات بوشر. ومن الآن انطلقت السباق. بداية كانت هادئة بلا شك وهي بداية كما نشاهد تكون مجرد بداية استعراضية قبل الإعلان أو البداية الحقيقية لهذا السباق. هنا تحديدا يبدأ السباق بشكل فعلي. شاهد اتساع الطريق الذي يساعد كذلك الدراجير على الهجوم مبكرا في هذا السباق كما نشاهد. أدوارد غوروسو أحد المتسابقين الشرسين أو الذين بدأوا السباق بشراسة وبقوة في البداية. شاهد هنا عمليات الهبوط وكذلك الصعود وسرعة القوارب في هذه اللحظات.
المشاهد هنا في منطقة الخيران قبل 114 كيلومتر من النهاية. تسابق فريق سي سي سي، يتقدم السباق. نشاهد أيضا كوفيدس متسابق فريق كوفيدس أيضا أتومبا. إذا فان هويدنك في الصدارة، وهنا أيضا محاولة دخول من دمن جويدن. نشاهد الفارق الآن أصبحت أصبح السباق على ثلاثة أجزاء. كما نتابع سوية الآن يقترب لينضم كذلك إلى المجموعة. فاين هويدنك يقود السباق. هنا بقية المتسابقين، استانا يقود المتسابقين في السباق كما نشاهد سوية. هنا جيرمي لوفو كما نشاهد ينضم كذلك للمتسابقين. خمسة مهاجمين الآن في المقدمة، ولقطة السبرنت الآن في الجصة. لكن نشاهد ايان بوصل الأمريكي ثلاث نقاط، جيرمي في المركز الثاني بنقطتين. شاهد أيضا فريق أستانا يقود الكوكب. هنا فريق أستانا كما نشاهد، خلف كذلك فريق البحرين. نشاهد في نهاية اللاعب أو نهاية فريق أستانا بالقميص الأحمر لوتسينكو. هنا الصعود الثاني في هذا المساء في الجصة كما نشاهد، صعوبة كبيرة الآن من قبل الدراجين. ونشاهد كذلك عدم استنزاف المجهود في عملية الصعود، صعود سلس جدا من قبل الدراجين. إذا بوسة ثلاث نقاط في نقاط الصعود، في نقاط الجصة تحديدا. هنا عملية النزول، شاهد التحية بعد المرور من دوار البستان والتوجه كما نشاهد الآن إلى الوادي الكبير، دخول منطقة الوادي الكبير كما نشاهد في هذه اللحظات الآن. ثلاث نقاط أخرى، المتسابق الأمريكي. هنا بعض المناظر الجميلة لمنطقة هيتي في العاصمة مسقط التابعة لمحافظة مسقط. نشاهد المتسابقين والدخول للوادي الكبير أو لازال في الوادي الكبير. 71 كيلومتر، فان هويدنك في المركز الأول، أتومبا في المركز الثاني. خمسة متسابقين في المقدمة، فيما هنا الكوكبة من المتسابقين. السرعة الكبيرة كما نشاهدها الآن في هذه اللحظات. جيرمي لوفو كما نشاهد يقود المجموعة في هذه المرحلة تحديدا. هنا من فريق دايركت انرجي
عملية الصعود الآن إلى من العامرات إلى بوشر كما نشاهد. وإيان بوسل مرة أخرى 3 نقاط تحصل على جيرمي في المركز الثاني، وناثان فان هويدك في المركز الثالث بنقطة واحدة في نقاط الصعود قبل 56 كيلومتر ونصف من نهاية هذه المرحلة. هنا عملية النزول الخطيرة جدا التي يعني تتطلب الكثير من الحذر. شاهد الفارق الكبير، التقدم من الدراجين في المقدمة على حساب الكوكبة. جيرمي ليفو سابق فريق ديلكو مارسيليا. عملية الصعود مرة أخرى لعقبة بوشر العامرات، هذه المرة من بوشر إلى العامرات. شاهد التركيز الكبير من بوسول قبل يعني كيلومتر واحد من عملية أو من منطقة انسطاح الارتفاع أو المرتفع. شاهد التعب الكبير من الدراجين. من الآن نقاط أيضا الصعود، أيان بوسل 3 نقاط أيضا، ناثان فان هويدك 2 نقطة، وجون دوين 1 نقطة. شاهد هنا الآن بقية الدراجين والكوكبة أيضا في عملية الصعود. أليكسي لوتسينكو في وسط هذه الكوكبة من الدراجين. شاهد هنا فريق سي 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 يحاول التغطية على فريق أستانا. أندري غرايبل من فريق أركيا يبحث عن فرصة أيضا للتواجد في المقدمة، لكن يتراجع غرايبل كما شاهدنا في الصورة قبل قليل. شاهد هنا التقدم وانسطاح أيضا المسار. عملية الهبوط الآن، فان هويدك في المقدمة. الرابع في طواف دبي ب 23 سنة. فان دويك هنا دومين غويدن من دايركت انرجي. ثلاثة متسابقين تبقوا الآن في المقدمة بعد تراجع جودان في اللقطة الماضية في اللحظة الماضية. آيان بوس اللي واصل أيضا حصد نقاط الجبل. شاهد هنا عملية نزول سريع جدا والسيطرة على الدراجة ومحاولة كذلك كسب أكبر سرعة من فان هايدوك متسابق فريق سي سي سي. قريات هي ستكون محطة النهاية في أو كانت محطة النهاية في الجولة الماضية. شاهدنا الاحتفاء الكبير بالطواف بلحظة وصولها في يوم الأمس. خمسة عشر كيلومتر متبقي على خط النهاية والفارق الآن 25 ثانية كما نشاهد بين كوكبة الدراجين في المقدمة وكذلك أو الهاربين وكذلك كوكبة الدراجين. شاهد الفاين هايدنك شاهد الآن 3 مجموعات أصبحت الآن أو أصبح السباق. كوكبة الهاربين وبقية الدراجين على مجموعتين. هنا مجموعة فريق سي 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 وبحرين مريدا. سوني كوربيلي يقود فريق البحرين
مرشح بشكل كبير هذا الدراج لأن يفوز بهذه الجولة. شاهد الأداء الكبير من الدراجين. متسابق فريق سي 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 فان هايدونك، وخلفه كذلك داروين أتابوما الكولومبي في المركز الثاني. صراع كبير في المقدمة أتابوما وكذلك هايدونك. الذي أتى في المركز التاسع في جيرو دي إيطاليا. شاهد أيضا العمل الكبير من متسابق فريق سي سي سي، اقترب من الوصول إلى خط النهاية وتحديدا عند مركز عمال المؤتمرات والمعارض. أداء كبير وجميل من فريق سي سي سي. بازويل أيضا يقدم أداء كبير جدا هذا الدراج الأمريكي. عملية صعود نوعا ما، وبازويل أيضا من المتسابقين المميزين في عملية الصعود. يان بازويل وأباتوما وكذلك هايدونك، صراع ثلاثي في المقدمة كما نشاهد. ونشاهد الآن كوكبة المتسابقين البحرين مريدة تقود هذه الكوكبة. شاهد هنا فيتال كونسبت برايان كوكورد الذي يتأخر كما نشاهد حتى الآن، ولكن قد يظهر سريعا هذا الدراج قبل 6 كيلومترات من خط النهاية. شاهد الهروب الثلاثي والاستمرار في المقدمة وسحب بقية الدراجين المتسابق كوفيدس وكذلك الباسين وسي سي سي فان هايدنك أو ناثان فان هايدنك وكذلك أباتوما متسابق فريق داروين أتابوما متسابق فريق كوفيدس وكذلك الأمريكي يان باسويل. هنا دخول الآن للكوكبة والنزول باتجاه جسر المطار القديم. عملية استغلال الرياح كما نشاهد بعدم أيضا استعمال الدواسات من أجل الراحة قليلا، وبالتالي 5 كيلومترات متبقية والفارق 28 ثانية. الصراع الثلاثي لا زال مستمر قبل 5 كيلومترات من خط النهاية. أباتوما يحاول في هذه اللحظات الوصول بشكل أسرع إلى خط النهاية، لكن هنا يأتي أيضا فان هايدنك. شاهد هنا ما يقارب 30 دراجة في هذه اللقطة. أربعة كيلومترات الآن متبقي على النهاية. أباتوما يقود السباق، وخلفه نشاهد أيضا أداء كبير من المتسابق يان بازويل وفان أو فان هايدونك. هنا السرعة تغيير الآن في الصدارة. بازويل الآن أو هايدونك الآن في المركز الأول كما نشاهد، وهنا أيضا ملاحقة كبيرة جدا من الكوكبة
لبقية ال أو ل ل للمتصدرين. السرعة الآن تزداد، شاهد السرعة الكبيرة في هذه اللحظات من الدراجين قبل أقل من 4 كيلومترات من خط النهاية. شاهد المتسابقين الآن في المقدمة وخلفهم كوكبة الدراجين، محاولة اللحاق بهم، وهذا ما سيحدث بلا شك في ما تبقى من مسافة في هذا السباق. شاهد محاولة الهروب قبل 3 كيلومترات من خط النهاية، الكل يعمل بنفس تقريبا الوتيرة، إيقاع موحد تقريبا من كل الدراجين. الدخول والاقتراب من منطقة العرفان في محافظة مسقط، هنا فان هويدونك وكذلك أتابوما وبازويل الثلاثي في المقدمة في انتظار انضمام بقية الدراجين في هذه اللحظات. سرعة كبيرة في اللحظات القادمة. شاهد أباتوما وكذلك باسويل، كيلومترين الآن من خط النهاية، محاولة هروب كما نشاهد، وبالفعل هنالك هروب في هذه اللحظات. شاهد الدراج في هذه اللحظات في المقدمة، فان هوك يتقدم وكذلك بقية الدراجين في محاولة اللحاق أيضا بهؤلاء الذين يحاولون حتى الآن الحفاظ على المقدمة، بازويل وهايدونك وكذلك أباتوما. هل سيحافظ أتابوما بتقدم في اللحظات القادمة؟ الاقتراب الآن والدخول إلى منطقة تل عرفان، إلى المحطة الأخيرة حيث يتواجد أو حيث نقطة تتواجد نقطة النهاية وخط النهاية تحديدا. مجموعة المقدمة الآن بدأت نوعا ما تفقد قوتها في هذه اللحظات قبل كيلومتر واحد من خط النهاية. هل سنشاهد تغييرات بالفعل في هذه اللحظات في أقل من كيلومتر واحد الآن؟ فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية بالنسبة لهؤلاء المتسابقين، أم سنشاهد هروب في هذه اللحظات؟ محاولات للهروب، شاهد في الخلف هناك السرعة الكبيرة، شاهد السرعة الكبيرة في الخلف، محاولة شرسة للحاق بالمقدمة في أقل تقريبا من 600 متر. أتابوما يترك الآن المجال والفرصة قبل الوصول إلى خط النهاية، عمل كبير من قبل الدراجين قبل الوصول إلى خط النهاية. سنشاهد ظهور لبعض الدراجين بالفعل 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 بالفعل. لوتسينكو، هل أين هو لوتسينكو في هذه اللحظات؟ يتواجد في الخلف، لكن من لا نشاهد أيضا في هذه اللحظات؟ فان أفرمات يدخل في هذه اللحظات. من هنا في هذه اللحظات يتقدم؟ كريستوف يظهر الآن، كريستوف يظهر بالفعل، ولكن شاهد متسابق فريق سي سي سي، لكن أفرمات الآن، فان أفرمات ينطلق بقوة يحاول الوصول إلى خط النهاية. البطل الأولمبي هل يحصل المركز على المركز الأول؟ فان أفرمات بالفعل، فان أفرمات يفوز بالمركز الأول في هذه الجولة، متسابق فريق البحرين مليدا. شاهد الإعادة للوصول في اللحظة الأخيرة لمتسابق فريق بحرين مليدا فان أفرمات. شاهد التحية والتبريكات أيضا من سوني كوبرلي. إذن سوني كوبرلي في المركز الأول، غريغ أفرمات في المركز الثاني، وكليمنت فنتوريني في المركز الثالث. لا
Grazie, sì, è stata una tappa dura, molto movimentata, con una fuga dall'inizio, li abbiamo presi sul finale, la mia squadra ha volato bene nel finale e sono riuscito a fare un grande sprint e per fortuna Greg non mi ha chiuso contro le transenne e lo ringrazio molto. إذن القميص الأحمر استمر مع متسابق فريق أستانا لوتسينكو. إذن لوتسينكو يفوز بالمركز الأول في الترتيب العام، يواصل في المركز الأول غريغ أفرمات في المركز الثاني وخيسوس هليلة في المركز الثالث.